بكم مشاهدينا إلى جولة جديدة من كشك الصحافة، ونطلع بداية أهم ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية. كلما مر وقت بحثت ميليشيا الحوثي عن ضحايا جدد، ففي قطاع التعليم تجري الميليشيا وفقا لموقع الموقع بوست تغييرات لمعلمين ومعلمات وتستبدلهم بموالين لها. وعنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تقصي معلمي ومعلمات من وظائفهم في مدارس أهلية وتعين موالين لها. وأقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع بمكتب التربية والتعليم بمحافظة عمران على تعيين معلمين ومعلمات موالين لها في المدارس الأهلية بديلا عن المعلمين السابقين عن طريق فرض اختبارات قبول. وقالت مصادر مطلعة للموقع بوست أن الميليشيا وبقيادة مدير المكتب الموالي لها عمدت على وضع اختبارات قبول للمعلمين والمعلمات، وقامت بأخذ مبالغ مالية من المتقدمين بدون وجه حق. وأضاف الموقع بوست: يعمل المعلمين الذين تم إقصاؤهم منذ عدة أعوام في تلك المدارس والتي تشكل مصدر دخل وحيد لهم. حالة الإرباك الموجودة أوساط المواطنين فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي، يحاول موقع يمن مونيتور الاقتراب منها وتقديم معلومات جديدة، حيث عنوان الموقع: الحكومة اليمنية بين طباعة عملة جديدة أو تغييرها. وقال مصدر في رئاسة الحكومة اليمنية إنها تشرح في طبع عملة جديدة لتجاوز الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضاف المصدر ليمن مونيتور أن العملة التي يتم طباعتها تأتي كآخر الحلول المتبقية من أجل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في الجمهورية، إضافة إلى كون ذلك تم بدراسة فاحصة بحيث لا تؤثر كثيرا في قيمة الريال اليمني. وحول ما إذا كانت الحكومة تسعى إلى تغيير العملة الحالية بطبعة جديدة، قال إن ذلك ما يزال قيد النقاش، وإن كانت الآراء تشير إلى أن تكون الطبعة لا تختلف في شكلها عن العملة الموجودة في السوق. وكان وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن الحكومة ستطبع خلال الفترة المقبلة عملة جديدة باتفاق مع شركة روسية، لافتا إلى أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون تراجع إلى 700 مليون دولار، ولم يعد هناك أي سيولة في العملة المحلية. إذا قال المخلوع صالح إن اسمه علي عبد الله صالح فيجب ألا يصدقه أي مسؤول سعودي. هذا ما كتبه جمال خاشقجي في مقاله في مقال أعاد نشره موقع الموقع بوست. وقال الكاتب السعودي في مقاله: لم أتحمس للقاء وفد الحوثيين، فنحن في حالة استقطاب والحوثي على قائمة الإرهاب السعودية، رغم أننا نتفاوض معهم مباشرة وهذا غير مفاوضات الكويت. ولكن الرأي العام السعودي لن يرحم صحفياً التقى بالحوثيين. ربما ضيعت فرصة للحصول على معلومات تدعم مقالي، هذا رغم قناعتي ألا جديد عندهم غير اللف والدوران الذي اعتقدوا أنها براعة سياسية تعلموها في الضاحية ومن طهران. أعتقد أن الحوثيين يراهنون أن الزمن في صالحهم، فاليمن وضعه سيء قبل الحرب، وبالتالي لا يوجد ما يخسره لو صبر أكثر، معتقداً أنه كلما طالت الحرب زادت الضغوط على الرياض، وهي بالفعل مشغولة منذ فترة بمدارات هذه الضغوط والتي تأتيها حتى من أصدقاء مفترضين. السعودية لا تريد للحوثي أن ينتصر، فانتصاره انتصار لطهران، هذه قاعدة مهمة في أي تحليل للأزمة هناك. ولكن يبدو أن أحداً ما يعتقد أنه يمكن عقد صفقة معهم أو إبعادهم عن إيران. أعتقد أن هذا أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه الرياض، فالحوثي جزء من المشروع الأصولي الطائفي الذي ترعاه طهران في المنطقة. علي صالح نفى قبل أيام وجود تحالف مع إيران ودعا إلى حوار مباشر مع الرياض، ولكن من يصدقه؟ لو قال إن اسمه علي عبد الله صالح فيجب أن لا يصدقه أي مسؤول سعودي. ولكن الضغط لإنهاء الحرب بنصر أو مصالحة يبقى مشروعاً حتى سعودياً، فالرأي العام يريد أيضاً أن يقفل هذا الملف، ولكن لا أعتقد ولا ينبغي أن يكون ذلك بتسليم اليمن كلياً أو جزئياً للحوثيين، حتى لو غيروا شعارهم إلى الموت لإيران الموت لأمريكا.
وإلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية عن انتهاكات الميليشيا، وقال: الحوثيون يخطفون زعيما قبليا ويقتحمون منزله بصنعاء بعد مشاركته في فعالية تحتفي بثورة سبتمبر، حيث قال مصدر خاص إن مسلحي جماعة الحوثيين اقتحموا منزل زعيم قبلي في منطقة سواد حنش وسط العاصمة صنعاء، وقاموا بخطفه وثلاثة من أشقائه بعد مشاركته في فعالية تحتفي بثورة سبتمبر في منزل الشيخ الأحمر. وأفاد المصدر أن مسلحين حوثيين بينهم نساء اقتحموا منزل الزعيم القبلي عبد الوهاب الغزي وروعوا الأطفال والنساء ونهبوا الأموال والذهب من المنزل، ومن ثم خطفوه وثلاثة من أشقائه. ولم يشر المصدر بحسب الموقع إلى الاتهامات التي وجهها الحوثيون للزعيم القبلي عقب الحادث بساعات أفرج المسلحون عن أشقاء الغزي الثلاثة، فيما لا يزال هو مختطفا حتى اللحظة. قالت الخارجية الأمريكية أن الحوثيين يثيرون تساؤلات خطيرة حول التزامهم بتحقيق السلام في اليمن، هذا ما صدر به موقع التغيير نت صفحته الرئيسية وقال: وصفت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال الحوثيين مواطنا أمريكيا في اليمن بغير المقبول. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: هذه الاعتقالات غير مقبولة وتثير تساؤلات خطيرة حول التزام الحوثيين بتحقيق سلام دائم في اليمن. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين للإفراج الفوري عن المواطنين المحتجزين. يتابع الموقع: واعتقل المواطن الأمريكي بيتر ويليامز من قبل عناصر الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، متهمين إياه بتوفير إحداثيات لصالح التحالف العربي لتوجيه الضربات الجوية. من لحج إلى صعدة، تحت هذا العنوان كتب خالد الرويشان مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب في أجزاء من مقاله: كنا في مقيل مع مجموعة من أنجب وأروع شباب اليمن، كنا نحتفي بذكرى سبتمبر، وفجأة رن الهاتف. كان صوتا أعرفه، كان صوت الشاعر الثائر السبعيني أبو عصام من لحج يتصل بنا مهنئا بالسادس والعشرين من سبتمبر. أبو عصام يتصل في كل 26 سبتمبر 14 أكتوبر منذ أن عرفته في 2007، لكن صوته هذه المرة كان قويا وحادا حاسما ومتقدا لا تستطيع الكلمات أن تصفه. وتذكرت ذكريات ذلك الصوت المشتعل. في 2007 ذهبنا إلى صعدة سويا مع 50 شاعرا شعبيا من كل محافظات الجمهورية، كنا على طائرتي هليكوبتر وكان الطيار ومساعده من الضالع، ووقفت وبجانب أبو عصام إلى جوارهما. لم يكف أبو عصام لحظة عن الحديث عن ذكرياته وهو يرى القرى والمناطق تحتنا، وكانت الكابينة زجاجية حتى تحت أقدامنا. هنا قرية كذا، هنا الغولة، هنا خمر، هنا عيال سريح، هنا هنا هنا. وكنت أستمع مذهولا: متى كنت هنا يا أبا عصام؟ أجاب بلهجة لحج الساحرة: بعد ثورة سبتمبر بأسابيع، وكان عمري 16 عام، وجئت تطوعا وأصبت في صعدة، وعدت لصنعاء وتعالجت ثم أصبت في الحيمة مرة أخرى. كنت ما أزال مذهولا من هذا الرجل الذي قدم من لحج يقاتل الإماميين الملكيين بعد قيام ثورة 26 من سبتمبر ويلاحقهم إلى صعدة، ثم ها هو يعود اليوم بعد نصف قرن مقاتلا، ولكن بالقصيدة هذه المرة، وإلى صعدة أيضا. يا الله، كنت أتمتم في ذهول، هذا هو شعبنا. وانتبهت على صوته الهادر الحاد في الهاتف وهو يقرأ قصيدة طازجة للعيد 54 لثورة 26 من سبتمبر. مخلفات الحرب تظهر مع استتباب السلام، ففي محافظة شبوة يكشف موقع عدن الغد، شرطة عتق تحضر بيع المتفجرات والألغام ومادة TNT في أسواق المدينة وتفرض عقوبات على المتاجرين بها. وقال الموقع إن الشرطة في عتق وجهت بقرار في مالكي المحلات المرخصة لبيع الأسلحة بعدم تداول هذه المواد والبيع والشراء فيها داخل عتق عاصمة المحافظة. وأكدت شرطة عتق اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت عنهم محاولة بيع وتسويق وتداول هذه المواد المحظورة
داخل المدينة وكذلك ضد من يتم ضبطهم وبحوزتهم المتفجرات والألغام. وفي تصريح لصحيفة عدن الغد، دعا العقيد خالد صالح فريد مدير شرطة عتق مالكي محلات بيع الأسلحة لإبلاغ الجهات الأمنية عن مروجي هذه المواد والمترددين لأسواق المدينة سعيا لبيعها أو شرائها إخلاء لمسؤولياتهم أمام الجهات الأمنية في حال اتخاذها لأي إجراءات قانونية حيال من يضبط وبحوزته هذه المواد المحظورة. جولتنا المصورة اليوم داخل أحد المصانع التي توقفت عن العمل منذ وقت طويل، ويقع مصنع شقرة لتعليب الأسماك في مدينة أبين ولم يعد فيه الكثير مما يمكن عمله. الصور وردت في موقع عدن الغد، نتابع. نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى صحيفة العربي الجديد التي عنونت اليمن تطالب بترسيم حدود البحرية لاستغلال ثرواتها. تقول الصحيفة في التفاصيل، الحكومة اليمنية بدأت مساعي دولية لترسيم حدود الجرف القاري الذي تتوفر عليه عبر لجنة من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على مواردها المائية، ما يتيح للبلد الذي أعيته 6 سنوات من الاضطرابات والحرب استكشاف ثروات معدنية في تلك المنطقة البحرية. تتابع الصحيفة، يمتلك اليمن أكبر جرف قاري بين دول الشرق الأوسط، لكن عدم ترسيم الحدود يحول دون الاستفادة من هذه الامتيازات، خصوصا أن ثمة خلافا مع الصومال بشأن حدود مشتركة، حيث يقول الأخير إن جزيرة سقطرى الواقعة ضمن الجرف القاري تتبع حدوده. وقالت مصادر حكومية يمنية للعربي الجديد إن الرئيس هادي جدد طلبا سابقا لليمن قدمته إلى الأمم المتحدة بتحديد جرفها القاري لما وراء 200 ميل بحري، وتحديدا من خطوط الأساس جنوب شرق أرخبيل سقطرى. وبحسب المصدر فإن الطلب اليمني يشمل أيضا البدء بترسيم حدوده البحرية مع دولتي جيبوتي والصومال عبر لجنة تحديد حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة، حيث أن دولة الصومال لا تزال تعرقل مساعي اليمن من خلال طلب قدمته للأمم المتحدة لتحديد جرفها القاري متضمنا خرائط بأحقيتها في جزر أرخبيل سقطرى اليمنية. صحيفة الاتحاد الإماراتية قامت بتفصيل غارات التحالف العربي خلال 24 ساعة الماضية، وقالت إن 20 ضربة جوية على الأقل استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في مناطق عدة بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي. وبحسب مصادر محلية وعسكرية، 8 غارات للتحالف العربي استهدفت مواقع في جبل ثعبان ومنطقة محيديدة ببلدة باقم الواقعة شمال صعدة على حدود السعودية، بينما أصابت 3 غارات مواقع في بلدة رازح الحدودية. ونفذ الطيران العربي 3 غارات على معسكر كهلان الذي تسيطر عليه الميليشيات
بالقرب من مدينة صعدة، واستهدف أيضا بصاروخين مقرا حكوميا في المدينة، كما قصفت موقعا بمزرعة في بلدة سحار غرب مدينة صعدة، وهاجمت بصاروخين هدفين في منطقة الرصيفان بكتاف كبرى بلدات المحافظة التي ترتبط بحدود برية طويلة مع السعودية. سياسيا، تقول صحيفة الخليج الإماراتية في عنوان أوردته في إحدى صفحاتها إن الكويت مستعدة لاستقبال الأطراف اليمنية حال توصلها لاتفاق سلام. وقالت التفاصيل إن الكويت أكدت أنها مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق سلام في حال التوصل إلى حل يرضي الجميع. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله إن الكويت مستعدة لاستقبال الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق سلام حال التوصل إليه من قبل الفرقاء اليمنيين. ردا على سؤال حول مدى إمكانية استضافة الكويت المشاورة اليمنية من جديد وذلك على هامش حضوره حفل السفارة الصينية بالعيد الوطني، قال الجار الله للصحفيين إنه لا صحة لمزاعم عارية عن الصحة روجتها وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن تباين في الموقفين السعودي والكويتي بشأن مشاورات السلام اليمنية، ولا جديد على موقف الكويت في هذا الشأن. الشاعر العراقي هاشم شفيق يكتب عن من فاه عن واحدة من الأراضي التي فقدها العرب عن شوارع مدينته بغداد، عن لحظات يتقاسمها شاعر العراق مع كل عربي أينما كان، أكان عراقيا أم يمنيا أم ليبيا لا فرق، فالمنافي صارت بيوتا مؤقتة لكل من فقد بيته وبقي أمله، وإلى ما كتبه شاعر العراق. عشت طيلة حياتي في المنافي الكثيرة التي يتصورها البعض ممن هم في الداخل بأنها سعيدة، بينما هي على العكس من ذلك تحمل أوضاعها السلبية أيضا مثل أي حياة. عشت حالما مفعما بالحلم وذاكرتي مترعة حتى اللحظة بالتفاصيل العراقية الصغيرة لكل العراق. عشت يوتوبياي بأني سوف أعود يوما إلى مرابع الطفولة، إلى زقاقي في ذلك الحي الشعبي، إلى صيحة الديك فوق السطوح وبين سعف النخل، بأني سأعود إلى الفواخت التي تنادي من فوق ذرة النخل العالي، بأني سأعود إلى خبز التنانير، إلى النوم على السطح حتى يقوضني الديك بصيحته البهية وتقرصني الشمس، بأني سأعود إلى البلبل الذي يغرد دائما قرب وسادتي في القرى النائية، إلى النهر والبرد والقصب الراقص في الريح، إلى روائح زهر البرتقال والرازق، وإلى الشاي الثخين والأسحم في مواقد الجمر حيث المقاهي البغدادية القديمة، بأني سأعود إلى شارع الرشيد والسعدون وأبي نواس، بأني سأعود إلى قوارب دجلة التي تنقلني لذلك الصوب، إلى شوارع الرحمانية العتيقة ومرقد الحلاج والجنيد والخضر والشيخ معروف، إلى محلة النواب في الكاظمية حيث الطفولة الأولى، بأني سأعود إلى المكتبات في كل منعطف وزاوية، إلى مكتبات سراي المغموسة بأفياء طرية حيث القدامة تفوح من أغلفة الكتب، والتاريخ يمنحك حين تمر أريجه الأزلي ما بين القشلة ومقاهي المحاكم الوثيرة، لما الحياة كلها غير حرة في بلد يقول إنه جلب الحرية بعد عام 2003، لما كل هذا الزيف والدجل والتدليس في بلادي ما بين النهرين، لما أنا حزين أثناء كتابة هذا المقال، لما لما لما. الحكومة اليمنية تحذر من كل ما تقدم عليه ميليشيا الحوثي من توزيع لأراضي الدولة، ووفقا لصحيفة الحياة فإن الحكومة اليمنية تعتبر إجراءات الحوثيين لاغية. وتقول الصحيفة حذر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر ميليشيات الحوثي والرئيس السابق صالح من العبث بأراضي الدولة في المناطق التي لا يزالون يسيطرون عليها، وأكد أن جميع الإجراءات التي تتخذ من قبلهم ليس لها أي أثر قانوني ويتحملون تبعاتها. وأمر بن دغر خلال زيارته مقر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن برعاية أسر الشهداء وتوفير قطع أرض مناسبة لهم مع البحث عن تمويل داخلي أو خارجي لبناء مساكن لهم وفاء لما قدموه من تضحيات نضالية من أجل الوطن.
إيران التي تتدخل في كافة حروب المنطقة وتزيدها اشتعالا، بدأت بالخروج عن تحفظها وبدأت في إعلان أدوارها في كل جبهة وفق ما تقوله صحيفة القدس العربي والتي عنونت: الإيرانيون يتخلون عن تحفظهم ويجاهرون بدورهم في الحرب السورية. وتقول الصحيفة: تخلى الإيرانيون عن تحفظهم طويل الأمد وأصبحوا أكثر صراحة فيما يتعلق بدورهم في الحرب السورية، وباتت جهات التجنيد غير الرسمية تجاهر بدعوة المتطوعين للدفاع عن الجمهورية الإسلامية. ومع ميل الرأي العام لمساندة هذه القضية، قال: مقاتلون سابقون تحدثت معهم رويترز وقادة لوسائل إعلام إيرانية إن عدد المتطوعين تجاوز العدد الذي كانت طهران مستعدة لإرساله إلى سوريا. تتابع القدس: ترسل إيران مقاتلين إلى سوريا منذ بداية الحرب التي اندلعت قبل ما يزيد على 5 سنوات لدعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد في قتال المعارضين. وقال أحد طالبي التطوع في رسالة بالبريد الإلكتروني من طهران إنه يحاول دون جدوى على مدى عامين الوصول إلى سوريا للقتال، وأضاف: الخط الأول لأمن إيران هو سوريا والعراق. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.